أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما رأي فضيلتكم في مسألة التورق مع توضيح الحكم بالدليل وحكم العمل به؟ تورق أن يأتي محتاج إلى نقود، يأتي إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير صاحبها، يبيعها في السوق بثمن حال يرتفق به ويقضي به حاجته، فإذا حل المؤجل يسدد له ثمن السلعة. هذه الجمهور على جواز هذا العمل، وحاجة الناس تدعو إلى هذا، وفيها حماية من اللجوء إلى الربا، حاجة الناس تدعو إلى هذا اليوم، وأجازها جمهور أهل العلم، وليس فيها ربا لأنها بيع وشراء، لا فيها ربا إن شاء الله.